سعد سفير في قناة فضائية مصرية عايز أسجل مع سعد. خلي نرجع عشان هو يجي بعد. حاضر. نجري في قناة فضائية مصرية عايز أسجل مع سعد. بخصوص إيه؟ بخصوص موضوع جنبي والحكي. إيه. ألو؟ ألو؟ مساء الخير يا نجيب. ايه مع سيادتك مقدم برنامج الحياة اليوم، معاك شريف عالم. اهلا وسهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام. نجيب، الشارع المصري ملتهب جدا، رافض تماما لفكرة اقامة حفلة بتجمع ما بين المصريين والصهاينة والعنوان 23 يوليو، ده في نفس الوقت اللي بتتكرر فيه اعتداءات وحشية اسرائيلية على الشعب الفلسطيني. شوف حضرتك، انا عايز اكد على حاجة ومهم جدا للشعب المصري انه يعرفها. احنا احتفلنا بثورة 23 يوليو في قلب تل أبيب والأعلام المصرية مرفوعة بترفرف، ده دليل على قوة مصر مش ضعفها. يعني أنا بكلمك من وسط الحفل، يمكن صوت الأغاني الوطنية وصلتكم. ده في ناس كمان عايزة تسمع شعبان عبد الرحيم. احنا هنا بنعمل اللي احنا عايزينه، احنا أخويا جدا والإسرائيليين بيعملوا لنا ألف حساب. لو سمحت لي يا أستاذ شريف، ممكن أسأل سيادة المستشار سؤال؟ طيب بعد إذن حضرتك، معانا هنا الأستاذ مصطفى كمال من اليسار، من جريدة اليسار، وكان عايز يسأل حضرتك سؤال. لو سمحت يا أستاذ ناجي، هل ستحضر السفارة المصرية الحفل السنوي الذي تقيمه إسرائيل والذي تسميه بعيد الاستقلال في الوقت اللي هو اسمه في الحقيقة عيد النكبة والاغتصاب لكل الأراضي الفلسطينية؟ احتفلت إيه؟ هم دول بيعرفوا يحتفلوا؟ دي احتفالاتهم كلها لطم وعياط على الناس بتوعهم اللي ماتوا في الحروب. شوف يا أستاذ، إحنا ما جيناش هنا غير بعد ما الجيش بتاعنا ادهم على دماغه في حرب أكتوبر، وأرجو رسالة تكون واصلة. لا 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 لا، يمكن يا أستاذ ناجي، مع احترامي لحضرتك أنا لا يمكن أتفق مع حضرتك أبدا. بقى الشارع المصري بيغلي ومولع وأنتم بتحتفلوا بتل أبيب. كان أدري أني تصفيتي في شمعتي ماشي أمر ناجي عطلة بتلفزيها صريخ لهيوت تيغوفا من مسرات هاوتس لتصريخ غم لقرش اتناجي عطلة من إسرائيل زوت هاشب الله هاشب الله لمدينة إسرائيل في غم لعما أني بطوح أدوني للأسف هناجي بيه شيش زي متخنين لدفارين حمورين مئوت فأنو حيافين لفتوح ميات الصراحة، وحتى نبتعد عن الشك وندخل بالموضوع مباشرة، نحن في عنا سؤال واحد، وهذا السؤال بحاجة لجواب من حضرتك. وإيه بقى هو السؤال إن شاء الله؟ هذا رصيد حسابك في بنك لأمي. وانتوا بأي حق تطلعوا على حساباتي في البنك؟ نجيبك، المبلغ الموجود بحسابك مبلغ كتير ضخم وما بيتناسب أبدا مع دخلك الشهري يلي نحنا كمان عارفينه. نحنا من حقنا نسأل عن مصادر فلوسك. ما فيش حد في الدنيا من حقه يسألني عن مصادر فلوسي. أنا هسحب فلوسي بالبنك ده وهحولها البنك بره إسرائيل. ده فيلم سخيف وهبة اللي انت بتعملوه. بصادر فلوسي في البنك، كنت واقف مع واحد اسمه مصعب أبو الجدايل، وطبعا هيطلع أبو الجدايل ده من المقاومة، ويبقى أنا بمول المقاومة من الفلوس اللي في البنك. ها؟ مش بعيد كمان أكون وراء عملية اغتيال وزير السياحة بتاعكم. اسمع يا مستر مشتيف، شغل العصابات ده لا يليق بدولة. ده إذا كنتوا عايزين تبقوا دولة، وأنا مش هسكت على الكلام ده. إيه يا مستر هليفي؟ أنت عمال تلف وتدور كده، في إيه؟ أنا جاي أسحب رصيده كله من البنك، أنا حر. طبعًا مستر ناجي أنت حر، بس كان لازم تعطيني خبر مشان أجهز لك الحساب. ما يصير هيك فجأة هاتوا فلوس، خذ فلوس، لا لا ما يصير، صعب. ماشي، أجي أخذهم بكرة. لا لا بكرة صعب، نحن صرنا بكرة، المسألة بدها شوية وقت. وقت إيه؟ دي فلوسي،
لما عوزها لازم الاقيها في اي وقت. مستر ناجي انت لازم تهدى مشان نعرف نحكي. تشرب قهوه؟ مش عايز زفت. مستر ناجي انت ليش زعلان من بنك لأمي؟ عشان البنك اللي يسرب رصيد عملائه لاي جهه مهما كانت يبقى بنك غير امين. لا لا مستر ناجي ما بيصير تحكي هيك، هذا اضخم بنك في الشرق الاوسط. مستر هليفي هاخد فلوسي امتى؟ الحقيقه ما اعرف، انا جت لي اوامر من جهات عليا بتجميد كل ارصدتك وما اقدر احركها الا لما تجيني اوامر ثانيه. تجمدوا ارصدتنا؟ لا ده نصايح انا اطبقها على دماغكم كلكم الا الفلوس، وانا هعرفكم مين نجا عطا الله. يا حراميه نصابين يا ولاد الكلب. اللي عملته يا ناجي بيه غلط بكل المقاييس. في الحقيقه انا مندهش. انت تعمل كده؟ ده انا كنت بضرب بيك المثل في الانضباط وضبط النفس. الصحافه مسمياك الدبلوماسي البلطجي. طب اقدر اقول لهم ايه؟ ست سفير، الناس دول بيستفزوني بقالهم مده. ما كنتش اقدر اسكت لهم المره دي ومش هسكت. انا مش عايز تدخل دبلوماسي ولا عايز السفاره تدافع عني. سيبني انا والناس دي. أنا هعرف ألعبهم كويس. ناجي بيه، أنا يؤسفني أبلغك إن الخارجية استغنت عن خدماتك. ماشي يا أستاذ السفيرة. عشان كده بقى كانوا نازلين ضرب فيك، ها؟ مش فارق معايا إن أنا اتضربت. انت شفت ابويا يا باشا؟ ماله؟ راجل زي العسل. انا مستعد اعمل اي حاجه عشان يرجع يمشي على رجليه تاني. هيمشي ان شاء الله، هيمشي. هنعمل له العمليه وهيمشي وهيجري وهينط كمان. انت من اللحظه دي اعتبر نفسك بتشتغل معايا، ما تشيلش هم. هشتغل معاك فين يا باشا؟ انت اخر بطوله دخلتها كان رقمك 7 متر 20. احنا هنكسر الرقم ده، احنا عايزينه 8 متر. صعب ليه يا حسام؟ صعب يا باشا، انما مش مستحيل. طب كويس، بدا مش مستحيل يعني ممكن تعملها. هو احنا داخلين اني بطولة يا باشا؟ هي بطولة خاصة، اهم من اي بطولة انت دخلتها قبل كده، بس عايزة تدريب جامد وشغل كتير. وانا تحت امر سيادتك. طيب انت بكره هتيجي معايا شرم الشيخ، هعد عليك الساعه 6 الصبح تبقى جاهز بشنطتك. واحنا هنتدرب في شرم الشيخ؟ مش عايزك تسال كتير، ركز في النط اللي انت هتنطها. مفهوم؟ مفهوم يا باشا. هاتي خد يا فوز. الولاية نازلة معاك بمايوها أصفر، تطلعها بمايوها أزرق يعني تيجي إزاي؟ لأني لا الصوت يا عم كان أزرق. إزيك يا إبراهيم؟ ناجي باشا عطلة. إزيك يا باشا؟ وحشني. إيه هتحضني وأنت مبلول؟ من فرحتي، ده أنا مش مصدق عيني. يلا غير هدومك وتعالى لي، أنا مستنيك في اللوبي. حمامة، فين أيامك يا باشا؟ انما سيادتك ما قلتليش احنا هنبدا امتى يا باشا؟ نبدا ايه؟ نبدا التمرين. كل حاجه هتعرفوها في الوقت المناسب. نعرفها؟ هو في حد غير يا باشا؟ ايوه. الباشا الكبير وعم الشباب كلها، والله انت منور شرم. حسام المصري. ابراهيم. ايه يا راجل والنبي النطه اللي انت نطيتها في الاولمبياد دي؟ ده انت كان شكلك عبيط قوي. بعد اذنك يا باشا انا ماشي. استنى حسام. يا باشا انا ما اقعدش مع الاشكال دي في مكان واحد، الواد ده لسانه طويل وعليا النعمه هضربه، وانا لحد دلوقتي عامل اعتبار لوجود سيادتك. شوف يا باشا احنا ما بنتشطرش غير على بعض،
انت كنت تشطر على الواد الامريكاني اللي خد منك الميداليه. والله يا باشا لو تشوف منظره وهو بيضحك على الارض تفطس على روحك من الضحك. ده انا كنت هموت يا ده. هتغاب عليك يلا. ايه ده انت هتضربني ولا ايه؟ اخرس يا كلب انت وهو. هتضربوا بعض قدامي؟ اقعد يا ابراهيم. خدامك يا باشا. اقعد يا حسام. اقعد. هقعد فيكوا واحد واحد. احنا في فصل هنا ولا ايه؟ بدايه منيله بنيله زي وشكم. انا الحق عليا لو فكرت اعتمد على عيال هبل زيكم. اعتمد يا باشا عليا وانت مغمض. انا سداد. الشغلانه اللي انا عايزكم فيها دي عايزه رجاله. طالما الشغلانه عايزه رجاله يا باشا هيما هيعمل معانا ايه؟ شوف يا باشا، شوف هو اللي بيجر الشكل ازاي وانا قاعد ساكت. لا انا راجل قوي يا بتاع الاولمبياد. واسال شرم كلها على ابراهيم العزقلاني ده، بيجوا بالطلب. ولو عايز تشوف الرجوله اوريها لك. توريني ايه يا قاد يا اهبل؟ انت ناسي اخر مره رنك علقت موت. انت عشان خدتني على اخوانا، بس لو راجل لراجل وش لوش والمصحف لعلم عليه. اخرس يا كلب انت وهو، محدش يتكلم فيكم. انا بس اللي اتكلم هنا. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. There he is. Go and get him. أنا كلام سيادتك. ايه بقى يا باشا الشغلانه اللي حضرتك عاوزنا فيها بالظبط؟ اول حاجه لازم تعرفوها، الشغلانه دي ممنوع فيها الاسئله تماما. مفهوم؟ مفهوم يا باشا. بس ايه بقى هي الشغلانه نفسها اللي ممنوع فيها الاسئله؟ هتفضل طول عمرك غبي يعني؟ الباشا بيقول لك ممنوع الاسئله برضه بتساله؟ مش هتقدم استقالتك من الاوتيل قبل ما نمشي؟ اقدم استقالتي؟ ما هي اتقدمت واتقبلت يا باشا. اظن بعد اللي حصل ده مش هيتمسكوا بيا قوي. وانا في رايي يعني عشان نبدا الشغل على طول احنا ناخدها اسح كده لغايه بره حالا، والا هنلاقي امن الاوتيل كله فوق دماغنا. ماشي يا باشا؟ يلا يا ابو الكباتن وريني جمال نطتك. احنا في الباركينج يا باشا. بعد اذنك يا باشا. يا استاذ، يا استاذ، هم راحوا فين؟ نعم، هم راحوا فين اللي كانوا بيتخانقوا هنا؟ في ثلاثه نايمين هنا ما حدش يصحيهم. لا انا بتكلم على الاثنين التانيين، ابراهيم والواد اللي كان معاه. حسام. ايوه حسام وابراهيم. مالهم؟ راحوا فين؟ في الزمالك، عاملين شغل زي الفل. السلام عليكم. ناجي باشا، ناجي باشا. عايزك يا توهان. والمصحف ما مصدق عليا يا باشا، مش مصدق عليا. بلاش غلبة وتعالى ورايا. حاضر يا باشا. وحياتك هات لنا 2 كيلو كمان عشان الزهر دول مش هيكفوني. ربنا يخليك لينا يا باشا. انت قلت لي بتاخد مرتب 800 جنيه؟ ايوه يا باشا. يعني انت بتقبض مرتبك اول الشهر ويا دوب تنزل تفطر وخلصت. ايوه يا باشا. طب يا دي انت مش انا مديلك نمرة تليفوني وقلت لك لو تعوز حاجة بكلمني؟ بصراحة اتكسفت يا باشا. انت بتشيل كام كيلو دلوقتي يا طهام؟ 185 كيلو يا باشا. بس؟ انا اعرف ان انت كنت بتعدل 200 كيلو. زي ما انت شايف يا باشا. صحتي ما بقتش زي زمان وكل مدى في النازل. انا تعبان يا باشا. مروها انت.
كل يا توام. توام انا عايزك تسيب الشغلانه بتاعت الجيم اللي مش جايبه تمنها دي. بتاعت الشغل معايا. انا خدامك يا باشا. تاخد نيفة؟ انا بس مش عايز اكلفك يا باشا. يعني هي جت على النيفة؟ 2 كيلو نيفة تاني وحياتك. كل يا توام كل. انا عايزك بقى بعد ما تاكل تحكي لي على كل مشاكلك. طب هو ما قالكش وعاوزني في ايه؟ لا هو ما قالش اي حاجه خالص يا باشمهندس، بس الظاهر عليه رتبه كبيره قوي، ده ماشي وراه راسه. يا نهار اسود، لا يكون اخويا كريم مسكوب بزهره وبعتين لحد من امن الدوله. لا لا دول مش امن دوله. وانت ايش عرفك؟ ايش عرفك؟ اصل هم ما بيروحوش لحد، امن الدوله لما بتعوز حد بيبعتوا بيجيبوه لحد عندهم. اه معقول، معقول برضه، ربنا يستر. انا من الصبح على عيني الشمال بترف. المهندس زاهر عبد الحميد الفر. ايوه. وصل يا باشا. ازيك يا زاهر؟ مش ممكن ناجي باشا، والله العظيم ليك وحشة. الشركة نورت، الشركة كلها نورت. رد على الباشا كويس، الباشا بيقول لك ازيك تقول له الله يسلم سعادتك، الباشا ما بيحبش اللوكلو، الجواب على قد السؤال، ماشي؟ ماشي ماشي ماشي. الواد ده هيتعبنا. اتعامل يا باشا؟ تتعامل ايه؟ انت بتتلكك؟ ازيك يا زاهر؟ الحمد لله يا سعادة الباشا، الحمد لله، أنا والله قضيت الخدمة العسكرية وخدت شهادة الإعفاء، خلاص يا فندم خدتها زي ما سعادتك عارف. وبعدين يا فندم انا اتبعت لي 3 مرات استدعاء، 3 مرات رحت، 3 مرات ما اتخلفتش ولا مره، حتى في مره انا رحت لوحدي بقى المره الرابعه، قلت يمكن يكونوا محتاجيني يعني ولا حاجه. وبعدين ادي شهاده الضرايب حضرتك والشهاده معايا اهيت وبطاقه الرقم القومي كل حاجه. بياناته كلها مظبوطه يا باشا. اه ده زاهر. انت بتاخد كام يا زاهر؟ 2000 جنيه يا باشا. وادي حضرتك معايا مفردات المرتب بيهم. وال2000 جنيه دول بتاخدهم صافي؟ لا طبعا يا باشا، يعني حق الدوله انا حكله عليها، انا بدفع 40% ضريبه. لا هما مش عاملين الضرايب 20% على ما اعرف يعني. اهو ده تضارب في الاقوال يا باشا، هتبدا ملاوعه؟ هتبدا ملاوعه؟ لا هيتعبني. يا باشا انا بدفع 40% عشان ابقى في السيف سايد، وبعدين يعني هو اللي عند الحكومه هيروح، دي حصانه. يعني انت بتحوش عند الحكومه، كويس قوي. ايوه باشا انا كمان بدفع تامينات وبدفع معونه شتاء وهدفع كمان الضريبه العقاريه اللي هيعملوها على الشقه دي. ابويا كان جايب لنا شقه في الستينات ب6 جنيه ونص، هم قدروها ب 3 مليون. كويس كويس قوي. يعني انت مرتبك بيصفصف على كام دلوقتي؟ 460 جنيه يا باشا. 460 جنيه لمهندس عبقري بتاع كمبيوتر زيك؟ ده انت ما شاء الله بتخش على النت بتجيب رقم الكريدت كارد بتاع اي راجل غني تشتري اللي انت عايزه وتنك خارج، ولا من شاف ولا من دري، مش كده يا زاهر؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك والنبي يا باشا، انا بطلت الحكايه دي خالص من زمان لما سمعت انها حرام. طب اسمع يا زاهر، انا عاوزك. انا تحت امرك يا باشا. انا عاوزك في الشغل، انا جاي لك عشان تشتغل معانا. يا باشا انا ده شرف ليا، بس الحقيقه انا هنا لسه بعقد وما اتثبتش، فحضرتك بس لو تصبر عليا شويه. اه ده بقى اللوك لوك اللي انا ما احبوش. هو حضرتك هتفتح شركة كمبيوتر يا فندم؟ أنا هفتح بس مش شركة كمبيوتر. أمال شركة إيه؟ مالكش دعوة، أنت ما تسألش. يا ولاد مش أنتوا بتشتغلوا معايا؟ أيوة يا باشا. عمركم سألتوا على الشغل؟ ولا نقدر نسأل سيادتك، دي أسرار عسكرية. يا باشا لو حضرتك قلت لي ارمي نفسك في البحر يا إبراهيم هرمي نفسي على طول. يا أخويا ما أنت ما هتصدق، ما أنت غاوي سمك بياض وقراميط. باشا أرد عليه؟ اخرس خالص. حاضر. يلا تعال معانا يا زاهر، احنا الظاهر مش هنعرف نتكلم هنا، هنروح ناكل لقمه في حته نعرف نتكلم فيها براحتنا. ها ربنا يعز مقدارك يا باشا، يجعله عامر. انت واقف بتنح كده ليه؟ يلا هاتوا. اسمع يا دي، انت وهو انا مش جاي من اخر الدنيا عشان اقعد اعلف فيكم وادور المكم من اسم البوليس. احنا خدامينك يا باشا،
ولعلمك بقى بعد اذن معاليك انا عرفت حضرتك عاوزنا في ايه. في ايه يا عبقري زمانك؟ حضرتك عاوز تفتح شركه سياحه، انا مسكها بحكم اللغات اللي عندي وتامر يقطع المهندس زاهر، والمهندس تامر يقطع التذاكر. مهندس تامر مين؟ انت اسمك ايه؟ زاهر. زاهر. وزاهر يقطع التذاكر عشان الكمبيوتر اللي قرفنا بيه ده، وتهامي وحسام يقفوا امن على الباب، صح يا باشا؟ طب اتليه؟ اتليه؟ يا اخوانا الحكايه مش فزوره. الباشا قال لي عاوزنا في ايه بس هو ناسي. الباشا ناوي يفتح هيلث كلاب وجيم مع بعض، وجايبني عشان امسكه له، انما جايبكم ليه بصراحه انا مش عارف. جيم ايه وهيلث كلاب ايه؟ الباشا هيفتح شركه كمبيوتر على اعلى مستوى، علشان كده جابني، صح يا باشا؟ بس يا ضايع انت وهو. الباشا هيفتح شركه استيراد وتصدير. برافو عليك يا حسام، انت الوحيد اللي بتفهم فيهم. ربنا يخليك يا باشا. طب هنصدر ايه ونستورد ايه يا باشا؟ احنا هنستورد بس مش هنصدر حاجه. يبقى اكيد يا باشا ناوي تستورد اجهزه رياضيه، دي شغاله دلوقتي زي النار. لا احنا مش هنستورد بضاعه. امال هنستورد ايه سعادتك؟ احنا هنستورد فلوس، هنجيبها من بره مصر لجوه مصر. احنا هنسرق بنك. ايه؟ هنسرق بنك. طب والبنك ده فين سعادتك؟ في اسرائيل. فين؟ في اسرائيل. انت بتتكلم جد يا باشا؟ فواو اللي وقع ده. زاهر قوم يا زاهر. يا ابني ما تفوق يا ابني. ايه يا باشا اللي انت جايبه معانا ده؟ ده شكله كده جاي غلط مع المكتب. بقولي والنبي يا باشا اعفينا انا والمهمه دي والنبي. يا باشا انا هبقى عبء عليكم، انا اصلا بيجيني حاله عصبيه وبقع كده ومبقاش دريان بنفسي. لازم تعرفوا ان كل واحد فيكم له دور محدد في العمليه، محدش غيره يقدر يعمله. احنا زي فريق الكوره بتاع المنتخب، كل واحد له مهمه لازم يعملها. انا جاهز يا باشا. وانت مريم؟ خدامك ابو تريك. وانت زاهر؟ ممكن اسال سؤال يا باشا؟ اسال. والنبي يا نجيبي ما تزهق مني، انا طول عمري في حالي وقافل عليا باب بيتي وكافي خيري شري، اقوم يوم ما اشطحنطح اسرق بنك وكمان في اسرائيل؟ اسمع يا زاهر، لازم تعرف ان انا عارف كويس جدا انا بعمل ايه. انا ما اقدرش اطلب منكم حاجه محدش يقدر يعملها. عندك تهامي مثلا طول بعرضه وعضلات، انما مخه بعافيه شويه يا دوب يمشيه. يعني انا مثلا ما اقدرش اطلب من تهامي انه ينزل لي برنامج معقد على الكمبيوتر ويفك شفره ويتحكم في الليزر سيستم. بصوا له كده حمار. انما لما واحد زي حضرتك عبقري يقدر يعمل ده بمنتهى السهولة، مش كده؟ ناجي باشا يقصد ان هو حاطط الرجل المناسب في المكان المناسب. طب معلش سؤال يا باشا، هي العملية دي فيها نسوان؟ اشمعنى؟ امال يعني حضرتك جايبني ليه؟ كل واحد هيعرف انا جايبه ليه في الوقت المناسب. طب والنبي يا باشا، العملية دي فيها أي خطورة على أي حد فينا؟ لا مفيش خطورة خالص، احنا هناخد تاكس ننزل قدام البنك، نضرب باب البنك برجلينا ونروح على الخزنة، نفتح الخزنه بطفاشه واخدين الفلوس وتنينا راجعين. حلو كده؟ والخطه ايه يا باشا؟ هتعرفوا الخطه لما العدد يكتمل. هو لسه في ناس تانية يا باشا؟ ما احنا حلوين كده، على الاقل اللقمه ما تتقسمش 60 حته، ده بركتها تروح. انت قد ما حسستني زي ما اكون عامل جمعيه وعايز تقبضها الاول. مين معانا تاني يا باشا؟ يلا يا بلدة! تاني عبد الجليل يا حاج جاية! الهرم مني هتخلصوا يا حرم خربة! مالك يا؟ يا اتكل على الله! يا حرام يا لهوي يا لهوي! الراجل هيذبح الواد! اجري يا واد يا مجدي! اسمع كلام امك يا! بدل ما نقرش اسمي على قفا امك! يلا يا! هو ده يا باشا؟ هو ده مش يسرق بنك، ده هيقلبنا احنا. يا عبد الجليل ازيك يا شيخ حسن؟
بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ناجي باشا عطا الله. والله العظيم ثلاثة، ومالك علي يمين؟ انت ليك وحشة ناجي باشا. وانت عمرك ما غبت عن بالي يا شو حسن، ازاي؟ الحمد لله نشكره ونحمد فضله. صدق بالله ناجي باشا، لا اله الا الله، انت زرتني في المنام مرتين متتاليتين في ليلتين منذ يومين. الله اكبر. جئتني فاردا لي ذراعيك بشوش الوجه مشرقة، مادا لي يدك وتقول لي انا عايزك معايا يا شيخ حسن. فعلا انا عايزك معايا يا شيخ حسن. الله اكبر الله اكبر، هذه هي رسائل القلوب. اعرفك بالاخوة المحترمين دول بقى، يعني اولادي واخواتي الصغيرين، زاهر، حسام، تهامي، إبراهيم، عبد الجليل. الحياء سمة المؤمن الصحيح. أهلاً وسهلاً، تفضلوا تفضلوا. ما شاء الله ما شاء الله، سماهم على وجوههم، ربنا يكرمكم إن شاء الله. الشيخ حسن بقى أولاد كان سول فني في مصانع الذخيرة والأسلحة في الجيش، بس طلع معاش مبكر، بس إيه كان قسطة، دماغ دماغ يعني. أيام بقى ناجبيه أيام. شوف يا شيخ حسن، احنا جايين لك عشان شغل. مش قلت لك ابن حلال؟ والله العظيم يا ناجبيه ومالك علي يمين، الحال واقف واقفة ما يعلم بيها غير ربنا سبحانه وتعالى. ده بتصرف منين يا شيخ حسن؟ اهو لو جاف كانت مخصصنا مبلغ كل شهر، اهو كان نوايا بيسند الزير ده، بالإضافة بقى لشوية الحاجات اللي بنبيعها على باب المسجد، شوية سبح على شوية سواك على شوية روايح مسك وعنبر وما شابه ذلك. لكن تقول ايه بقى يا ناجي باشا في اللي عاوزين يقطعوا عيشي دول وبعتين شكاوى وعايزين يصحوا القضية القديمة؟ انت القضية دي مش خدت فيها براءة باين؟ لا خدت 3 سنين وخلصتهم والحمد لله. لكن تقول ايه بقى يا ناجي باشا، الناس عاوزين يقطعوا عيشي. ما تقولش كده يا شيخ حسن، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق. ونعم بالله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم افتح عليك يا شيخ حسن. والشغل يا ناجي باشا اللي سعادتك عاوزني فيه، يعني اقصد يعني العائد منه، هل سيوفر حياه كريمه ومعقوله؟ انا لا اقصد بالكريمه والمعقوله يعني الرفاهيه ورغد العيش، انا اقصد الاساسيات. كريمه ايه ومعقوله ايه يا شيخ حسن؟ هي شغلانه واحده هتعملها معانا وهترتاح بعد كده طول عمرك انت واسرتك واولادك. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، طول عمرك وش السعد والخير يا ناجي باشا، وما طبيعه هذا العمل؟ شوف يا شيخ حسن، احنا هنسرق بنك. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، حد الله ما بيني وبين الحرام يا ناجي باشا. احنا هنسرق بنك في اسرائيل. وان ينصركم الله فلا غالب لكم. لنقرا الفاتحه. We'll be right back.
5 6 7 8 اصحى زاهر 9 10 من الاول تاني 1 2 3 4 5 افرد دارك يا حسن 6 7 8 9 10 اصحى يلا كمان مرة 1 يا رب حتى الفلوس اللي هنسرقها هنتعب فيها واحنا داخلين بطولة العالم في سرقة البنوك. يا اخي حل القرشين اللي جايين لك دول، ده مفيش احلى واطعم من القرش اللي جاي من الشقة. يا جماعة والنبي 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 حد يكلمني ناجي بيه، انا بتاع كمبيوتر، انا لا بتاع جري ولا بتاع رياضة، انا كنت بنهج وانا بطلع على السلم. انتوا نمتوا ولا ايه؟ لا كبير ابدا، دي تكويعه بس كده ساعه التقيله. تكويعه؟ ده انتوا السابع نومه. تعال عبد الجليل عايزك. خدامك يا كبير. كملوا التمرين. فاكر يا عبد الجليل لما كنت في الحبس الانفرادي؟ يا باشا، بس بصراحه ربنا لعد ايام. وكنت بتهرب من الحبس الانفرادي. بس البركه في ربنا ثم سعادتك، لولا حضرتك كان زماني لغايه دلوقتي مرمي في السجن. انت كنت بتقطع القضبان بتاع الشباك بتاع الزنزانه وتخرج. نفسي اعرف ازاي. بص يا باشا، لا مؤاخذه لا يفل الحديد الا الحديد. وانا المبرد ده ما بيفارقنيش. ما تستقلش بيه يا باشا. ده الماني، ما فيش زيه من دول. يعني انت كنت بتقطع قضبان الزنزانه من البتاعة دي؟ ما لا مؤاخذة يا باشا، برضه صنعة وليها سرها، وبعدين مش كل من مسك المبرد يعني. وكان بياخد منك وقت قد ايه؟ ساعة زمن. ولو انا عايزه اقل من كده؟ يبقى الكلام ده ما ينفعش، عايزين عدة أحسن. حتى لو كان ده القضيب اللي أنت هتقطعه؟ بص يا كبير، لما اقصى حته الحديده دي حديده نظيفه وما ينفعش معاها الكلام الفارغ ده، لكن انا عندي الدواء كده. احنا يلزمنا منشار حدادي الماني كهربائي. ده ينفع؟
هو ده يا كبير، عظمة على عظمة، هو ده يا معلم. أنا عايزك تقطع لي القضيب ده 30 حتة. حاضر. من غير ما اسمع صوت المنشار. عينيا. والعملية دي ما تاخدش منك أكتر من 5 دقايق. ماشي. ومن هنا ورايح كل يوم، ما وراكش شغلانة غير كده. حاضر. اتفضل. اسمع. نعم يا كبير. مش عايز حد من زمالك يعرف أنت بتعمل إيه، ولا أنا كلفتك بإيه. حاضر. أنا إذنك يا كبير. أنا نفسي أفهم إشمعنى عبد الجليل هو الوحيد اللي مريح. حد فيكم يفهمني، ده جه خده من وسطنا ومشفناش وشه بعد كده. خليك في حالك يا إبراهيم، الباشا قال ما نسألش على حاجة. يا عم أنا عاوز أفهم. اشتغل بنص علينا، بنص علينا. يا شيخ حسن. أفندم. تعال عايزك. تحت أمرك يا باشا. اتفضل. هيقعد يسحبهم واحد ورا التاني وإحنا هنقعد نقضيها جري. تصدق عندك حق، الموضوع زاد عن حده. بيبص بيبص بيبص. قنبلة. قنبلة إيه يا سعادة الباشا؟ ما أنت سعادتك عارف إني بطلت الحاجات دي من زمان. ده أنا حتى بطلت على يد سعادتك وتبت لله. اسمع يا شيخ حسن. إحنا اتفقنا ما حدش يسأل ولا حد يقول لأ. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. وأنا ما أقدرش أقول لك لأ يا سعادة الباشا. شوف يا شيخ حسن. إحنا مش هنموت حد. أنا عايز منك تعمل لي قنبلة صوتها مرعب، نارها عالية، تحسسك إن إحنا في يوم القيامة. بس بشرط مفيش شظية منها تطلع تأذي حد، زي الحاجات اللي بيعملوها في السينما دي. إذا كان على كده يا سعادة الباشا فأنا تحت أمرك، بس أنا ليا طلبات. اكتب لي اللي أنت عايزه وأنا هجيبه لك، بس أنا عايز حجمها ما يزيدش عن حجم علبة السجاير. هنجربها مرة واتنين وتلاتة لغاية أنت ما تقول خلاص. مفهوم؟ مفهوم يا سعادة الباشا. بتشيل كام لغايه دلوقتي؟ 180 كيلو يا باشا. بتجري بيهم؟ بصراحه ما جربتش يا باشا، بس هي صعبه شويه. لا لازم تجري بيهم، حاول استمر. حاضر يا باشا. ايه يا حسام؟ ايه يا باشا؟ نطيت كام؟ 7 متر 60. لا لازم يتكسر. ان شاء الله يا باشا، النهارده احسن من امبارح. بتعمل ايه يعني؟ مرة تتمرن. اه طب تعال عايزك. امشي امشي امشي. ايه شد حالكم يا رجاله. لا ده مطنشني قاصد يا جماعه، انتوا شفتوا بص لي ازاي؟ كل شويه يجي يبص لي ويدور وشه ويمشي. هو انا نازل احتياطي في العمليه دي ولا ايه؟ حاجه غريبه. يا ابراهيم. الله اكبر، اللهم صل على النبي. اخيرا حسيت بيا يا باشا، ده انا بقالي اسبوع مستني الندهه دي. طالع لك هوا وانا بقول لك تعالى يا باشا. ما انت كل اللي بتندهله بيطلع لك. اشتغل وركز في شغلك، وعد عليها في المكتب بعد العشاء بالليل. حاضر يا باشا. بالليل؟ ده انا بنام طول الليل من كتر الجري طول النهار. بالليل ايه؟ تعال يا ابراهيم. لا 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 لا، فوق كده وصحصح معايا. يا باشا ما احنا بنصحى من 5 الصبح ومقضينها جري ونط وبهدله. هو احنا هنسرق بنك ولا هنروح نلعب الجزائر؟ طب اقعد يا ابراهيم اقعد. بص انا عارف انك انت بتتكلم عبري كويس. انا عايزك تحفظ الكام صفحه دول زي اسمك. وده سيدي في طريقة النطق بتاعتهم الصح. من دلوقتي مش عايزك تتكلم ولا كلمة عربي.
اصحى معايا، انت بتنام وانت قاعد. يا باشا انا معاك، انا عارف الكلام ده كله يا باشا. انا كنت شغال ليل نهار معاهم في شرم، وكمان كنت بروح اجيب افواج من تل ابيب واجي تاني. تقلقش انت بس، انما احنا ان شاء الله هنبدا العمليه امتى؟ العمليه هتبتدي لما انا احدد. اتفضل. يزيد فضلك يا باشا. اتفضل قوم، مش اتفضل نام. تعال رايح فين؟ خد الحاجات دي. بتاخد ايه؟ خد البيت ده. النبي ما تقلق، ربنا معانا ان شاء الله. We'll be right back.
أولاد العملية هتبتدي النهاردة. تعالوا لي جوه بعد ربع ساعة. بصوا بقى، أنا عايزكم تركزوا معايا قوي في كل كلمة هقولها. ده بنك اليومي، ده أكبر بنك في تل أبيب. البنك ده ملوش غير مدخل عمومي واحد، عليه كاميرتين مراقبة وتصوير، غير أفراد الأمن اللي بره وعربيتين شرطة، دول موجودين 24 ساعة. البنك ده من جوه عبارة عن 3 أدوار، كل دور فيه 6 كاميرات مراقبة وتسجيل بتمسح الطرقة فتفوتة فتفوتة، يعني لو في نملة في آخر الطرقة ترصدها برضه. كل اللي بتصوره الكاميرات بيظهر في غرفة التحكم اللي موجودة في الدور الثاني. غرفة التحكم دي فيها 4 أفراد مراقبة، دول برضه بيقعدوا 24 ساعة. في الدور الثالث فيه طرقة طويلة هنمشي فيها، هنلاقي أسانسير في وشنا، هنركب الأسانسير هينزلنا في الدور الأرضي، وده أهم دور بالنسبة لنا. ليه يا باشا؟ لأن الدور ده فيه الطرقة الطويلة اللي هتوصلنا للخزنة اللي فيها الفلوس. بس هنا في مشكلة. إيه هي يا باشا؟ الطرقة اللي هنعدي منها أولها باب حديد إلكتروني له شفرة خاصة عشان يتفتح، بس برضه مش ده المشكلة. ما المشكلة فيها يا باشا؟ الباب ده بعد ما يتقفل بتظهر شبكة كبيرة من أشعة الليزر المميتة. الشبكة دي تبتدي تتحرك في اتجاه الشخص اللي داخل من الباب، كنوع من الحماية ضد أي شخص يحاول يخش مكان الخزينة. أشعة الليزر دي أشعة قاتلة بتحرق أي حد تلمسه، فظيعة. أيوة أنا جيبي، بس إحنا هنعمل إيه؟ أقصد يعني هنوصل للخزنة دي إزاي؟ أنا أديت لزاهر سيدي عليه السيستم الأمني بتاع البنك، وهو درسه كويس، وهو اللي هيفك لنا الشفرات الخاصة بتاعت أجهزة المراقبة، وهيبطل لنا مفعول الليزر. طب معلش يا باشا سؤال، هو احنا ازاي هنعدي من الباب الحديد اللي قدام الخزنة ده؟ أمال عبد الجليل كان بيتمرن على إيه؟ عبد الجليل دلوقتي ما شاء الله ما فيش أي قضبان حديد تقف قصاده، حتى لو فولاذ وفي أقل وقت ممكن. الفلوس هنحطها في شنط، كل واحد منكم هشيل شنطتين، والتهام هشيل الباقي. تهامي ما شاء الله بيشيل دلوقتي 180 كيلو بيجري بيهم، اكنه مش شايل حاجه. احنا هنخش البنك ده امتى يا باشا؟ وازاي اصلا هنخشه بعد كل اجراءات الامن اللي سيادتك قلت لنا عليها دي؟ امتى؟ بكره بالليل، عشان بيبقى السبت، تل ابيب بتبقى فاضيه. ازاي؟ في مبنى قدام البنك بتاعنا، ده مبنى اداري وسكني. الادوار الاولانيه بتبقى مكاتب وادارات، الأدوار الأخيرة بتبقى شقق. إحنا هنقعد في الشقة من دول لحد نص الليل ونبدأ العملية. هنطلع من السلم لغاية السطوح، وهنا بقى تيجي مهمتك يا حسام. مهمتي؟ في ساري علم بارز من مبنى البنك مواجه للسطوح بتاع المبنى السكني اللي إحنا هنكون واقفين عليه. المسافة بينهم 8 متر، وإنت دلوقتي ما شاء الله بتنطهم بسهولة. كل اللي مطلوب منك انك انت هتنط من السطوح بتاع المبنى السكني لمبنى البنك. تهامي هيرمي لك حبل في نهايته خطاف، انت هتربط الخطاف ده في عمود حديد فوق السطح بتاع البنك. احنا من الناحيه الثانيه هنربط الحبل في عمود حديد برضو فوق السطح اللي احنا فيه، وهنعدي لك. لا مؤاخذه يا باشا، يعني احنا هنهبق على البنك ده منين في الاخر؟ احنا هنخش من الباب الالكتروني بتاع السطوح، وده هيودينا للسلالم الداخلية بتاعت البنك. الشفرة بتاعت الباب الإلكتروني موجودة مع زاهر على السي دي. طب
طب افرض يا باشا ان حد شافنا واحنا بنعدي. المبنى ده موجود بعد مبنى البنك بحوالي 4 عمارات في اخر الشارع، هو لسه تحت الانشاء، هنرمي فيه قنبله هيعملها لنا الشيخ حسن. القنبله دي معموله من مواد بسيطه جدا، طبعا احنا مش هنقدر ناخد القنبله دي معانا، انما لما هنحتاج لها الشيخ حسن هيعملها لنا في اقل من 10 دقائق، مش كده يا شيخ حسن؟ وفي اقل من كده ان شاء الله يا باشا. الامن والبوليس طبعا هيجروا ناحيه انفجار في الوقت اللي احنا هنبقى فيه جوه البنك. هو مين اللي هيرمي القنبله يا باشا؟ انت يا ابراهيم. انا خريج اداب. ما تخافش يا ابراهيم، المساله بمنتهى البساطه. تخيل انك انت ماشي في الشارع وعايز تشرب سيجاره، طلعت علبه السجاير بتاعتك ما لقيتش فيها غير سيجاره واحده، هتاخد السيجاره وهتروح مطوح علبه السجاير بعيد عنك، في حاجه دي؟ ما هي علبه السجاير دي هي القنبله. طب على خيره الله. امال حضرتك قلت لي ليه لازم اتكلم عبري كويس؟ عشان انت هتكون ماشي في الشارع، اي حد يسالك سؤال كده يكلمك كلمه كده لازم ترد عليه بمنتهى الثقه والثبات، عشان ما يشكش انك انت مش من اهل البلد. فهمت يا ابراهيم؟ فهمت يا باشا. معلش يا باشا بس اخر سؤال دلوقتي، احنا بعد ما هنعدي من سطوح العماره لسطوح البنك اللي المسافه بينهم 8 متر وننزل البنك اللي مليان كاميرات مراقبه ونعدي من الطرقه اللي مليانه ليزر بيموت ونخش من باب الخزنه الفولاذي الحديد، وبعد ما نخرج من البنك بكل الشنط دي اللي قدامه حراسه مشدده في ام الليله السوداء دي، هنرجع مصر عادي؟ هنرجع ابراهيم، هنرجع. ربنا يوفقنا ان شاء الله. احنا هنمشي دلوقتي، يلا بينا. ايوه يا بيه. يعني تعرف ابو موسى؟ ومين ما يعرف ابو موسى يا بيه؟ اخباره ايه دلوقتي؟ كويس الحمد لله. ايش؟ الشباب هدول كلهم رايحين غزه؟ اصل احنا رايحين نجيب بضاعه وراجعين اخر الليل يعني. غريبه هذه. ايه الغريب اللي فيها؟ الناس بتاخد بضاعه من هنا بتوديها هناك. اول مره اشوف حد يسافر ياخد بضاعه من هناك ويجيبها هنا. لا اصلها مش بضاعه بضاعه، هم لينا قرشين عند ناس رايحين نجيبهم يعني. دي نهاج بك بيطني قد. ايش؟ انتوا يهود؟ يهود ايه؟ يهود ازاي؟ احنا مصريين والباسبورتات اهي. اهو الباسبورتات اهي. مصري يعني مش ما فيش حاجة، أصل الواد إبراهيم ده يحب يعمل مقالب. طب إبراهيم ما تتكلم يا إبراهيم. ده أنا بقول إن السواق سواقته ممتعة جدا وإنه كيوت. إنه إيه؟ كيوت. طب بص يا باشا، كيوت ولا مش كيوت؟ كيوت. ها؟ لا كيوت. كيوت. اطلع سلم، اطلع. لا كيوت اصلي. يلا سلم، انت كيوت يا سلم. اطلع. رخصة. ناجي عطا الله، عميد سابق وملحق سابق بالخارجية.
على فين يا نجيب ايه؟ رايحين نحضر فرح عقبال اولادك. فرح مين؟ فرح بنت ابو موسى في رفحة. ودول مين؟ دول الفرقة اللي هتعمل زفة وتهيص في الفرح، نقطة للعروسة يعني. اتفضل اتفضل يا نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا الليله. عريسنا ازاي نجحيله الحلوه عروسته حلوه وجميله. لو صبر القاتل على المقتول النور اهو زي الفل. فرح العمده تحت. النبي خف النور شويه يا ابو موسى. لو النبي والنبي يا نجيب ما تخلوش يخف النور. ابوس ايدك. خلاص بلاش يا ابو موسى. حسام تمام يا باشا. ابراهيم ابراهيم ابراهيم. يلا انزل. يلا انزل. انا راجل غطاس، الموضوع ده تافه بالنسبه لي. حسام حسام انت فين يا حبيبي؟ شيخ حسن لن نصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طهامي انزل بالراحة. ها دفن متلصم ما تدبش على الأرض. أمرك يا باشا. زاهر لا 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 بلاش انا والنبي النجيبين بلاش انا والنبي. ده ضيق قوي. انا حاسس ان انا هتخنق تحت. انا عندي فوبيا من الاماكن المقفوله. الله اكبر يا باشمهندس ما تهبق وتنزل. الله ده شكله حتى سرح وبارح. ده بركه الضحك اللي كان في امه. ده عدم عدم عدم. الله 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 ما تنزل يا باشا. دي شكلها سرحه ومرحه. طبعا ما هو ده بالنسبه للنفى اللي انت قاعد فيه انت وامك. ده يعتبر سويد. يلا زاهر بلاش فهمنا بلاش. يلا يلا امسك فيه امسك فيه القف ومعايا توهم. انزل 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 ما تخافش. انزل تمام يا باشا. الحمد لله على السلامة يا ناجي بيك.
أبو شعلان. أبو شعلان. أبو شعلان. شحم ولحم. اسمع يا ناجي بيك، بكرة العصر إن شاء الله راح يجي ابني حامد ياخدكم بسيارته لأقرب نقطة من الحدود الإسرائيلية، يعني على بعد 15 كيلو متر تقريباً، بس المنطقة كلها مليانة أسلاك شائكة. طب وحنعدي إزاي من الأسلاك الشائكة؟ ما تقلقش يا ناجي بيك، الحجة فاطمة عاملة حسابها ومكلفة إخواننا من المقاومة عشان يساعدوك وتجتازوا الأسلاك. إخواننا راح يحفروا خندق صغير تسحفوا منه للجهة الثانية تحت الأسلاك عشان ما حدش يشوفه من الجنود الإسرائيليين الموجودين بأبراج المراقبة. وبعد هيك بده يجيكم شباب يستقبلوكم وياخدوكوا لبيت مهجور على البحر بعيد عن العين. وبعد هيك بتصيروا انتوا المسؤولين عن حالكم وبتنتهي مهمتنا. والله يوفقكم يا ناجدين. جعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أنت فاكر نفسك في الحسينة يا شيخ حسن؟ قول في سرك.
كل واحد عارف دوره كويس؟ تمام يا باشا. خد يا ابراهيم. مقبول يا باشا. ايه دي؟ قنبله من ايد من اعدامها. هترميها جوه المبنى اللي في اخر الشارع. المبنى ده كان مبنى تابع للتحقيقات تبع المخابرات الاسرائيليه، وهو دلوقتي تحت الاصلاح، ما فيهوش حد خالص. مش معنى المبنى ده بس اللي هنفجره يا باشا؟ ليه ما نفجرش اكتر عشان ربنا يكافئنا اكتر؟ احنا مش جايين نقتل يا شيخ حسن، احنا جايين ناخد فلوسنا ونمشي. مش عايز غلطه، ده كل حاجه مشيت حسب الخطه اللي انا راسمها. كلنا بكره الصبح هنبقى في مصر، وكل واحد هيبقى معاه ملايين من الدولارات. هاني يلا مع ابراهيم، عايز كل حاجه تبقى طبيعيه. هاني انا في سؤال كاتمه في قلبي من غزه لتل ابيب. ابراهيم ما تتكلمش عربي هنا هتودينا في داهيه. حد قالك ان عينيكي حلوه جدا؟ حد قالك ان انت انسان مش طبيعي؟ الله ليه بس كده؟ وقت الكلام الفارغ ده يا ابراهيم؟ يعني يا حبيبتي لو الواحد ما عبرش عن اللي جواه في اي لحظه ممكن يفرقع يطق. طب يلا. شالوم شالوم شالوم. ايه يا ابراهيم، انت متاكد انك انت فتحت القنبله قبل ما ترميها؟ الا متاكد يا باشا، القنبله جوه المبنى وجاهزه للانفجار. امال انت فيها ايش حاسس؟ مش عارف انا بيها، بس كل اللي اعرفه ان انا عامل كل حاجه صح. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك يا شيخ حسن، يلا يلا. في ساري حديد هنا، ايه اللي شاله؟ المسافة كبرت. مش هينفع. هنطها يا باشا. نط ايه؟ مش هينفع. انا نازل تحت نهدى شوية كام يوم وبعدين نشوف هنعمل ايه. لا يا باشا مش هننزل. انا هنطها. تنط مين يا ابن المجنونة؟ ده أكتر من 8 متر. نفذ الأمر. يلا كلنا هننزل. لا يا باشا، أنا هنط. احنا ما جيناش كل ده عشان نرجع ايد ورا وايد قدام. خطة ساتك هتتنفذ. وزي ما قلت لنا بالظبط. أنا قلت لأ،
انا مش جايبكم هنا عشان تموتوا. العمار بيد الله يا باشا، وحياة ابويا مهرجة مهما حصل. ما تخافش عليا يا باشا، ما تخافش، انا المرة دي مش هفشل، انا حاسس ان انا هنجح ان شاء الله. لا ابوس ايدك يا باشا، ما تحرمنيش من الفرصة دي، والله العظيم ثلاثة هجيبها، ثلاث ارباع النجاح الواحد بيحس بيه قبل ما يوصله. قلت لك لا يا باشا، انا لما خسرت في الاولمبياد كنت عارف اني هخسر حتى قبل ما انط، انما المره دي هجيبها، والمصحف الشريف هتيجي. انا زمان يا باشا كنت محبط وقرفان ومش طايق حياتي، ما كانش عندي رغبه ان انا اعمل اي حاجه، انما انا دلوقتي حاسس ان انا انسان تاني. انا كنت ضايع يا باشا، وانت خليتني الاقي نفسي. ابوس ايدك سيبني انط. اسمع كلام ناجي بيه يا حسين. لا يا هادي، حتى لو لغيت العمليه يا باشا، حتى لو كلكم نزلتوا تحت وسبتوني، انا هستنى هنا لوحدي وهجري وانط الناحيه التانيه. حسام انت اتجننت؟ لا يا ابراهيم ما اتجننتش، بالعكس انا عاقل جدا وعارف انا بقول ايه كويس. ولعلمك انا مش هنط النطه دي عشان خاطر الفلوس، انا كل اللي كنت عايزه من الفلوس اني اعمل عمليه ابويا، انما انا ما بحبش الفلوس، انا ثقتي في نفسي رجعت لي يا باشا، ودي بالنسبه لي هي نطه الثقه. هاني. نعم يا باشا. انزلي تحت السنينة في الجراج. حاضر يا باشا. توامي ابعت لحسام الواير.
يلا هوبا. ها يلا نط. الوير ده جامد يا باشا؟ لا. طب على خيرة الله. ما التهامي نط قدامك يلا. هوبا يا شيخ حسن. يلا زهر. مش هقدر مش هقدر. ايه؟ مش هقدر يا باشا. انا عندي فوبيا من الاماكن العاليه، انا لو بصيت تحت ممكن اموت. ما تخافش انا هزقك وغمض عينيك. مش هينفع عشان خاطر يا باشا، انا ممكن اعطل كل الكاميرات اللي جوه البنك واشتغل كمان على الليزر، ممكن اخلص كل شغلي من هنا. طب وهنتقابل ازاي؟ هخلص شغلي وانزل استناكوا تحت معانا. انا ما بحبش القرارات المفاجئه دي. مش قرار والله العظيم يا باشا، عشان خاطري عشان خاطري. طب اسمع، الموبايل ده بيني وبينك بس، خليه مفتوح على طول. ها انا هنط النطه وانت هتفك الواير، والتهامي هيسلموا منك هناك، تخلص شغلك وتستنى انا في الجراج تحت. ها اوكي. افتح باب السطور. حاضر 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 يا باشا. Thank you.
زاهر، احنا نازلين على الممر اللي فيه الخزنه. بطل الكاميرات. حاضر يا باشا. ايوه زاهر، احنا قدام الباب الحديد اللي بيودع الممر بتاع الخزنه. حاضر حاضر يا باشا. أشعة الليزر، محدش يتحرك إلا بإشارة مني. الأشعة دي لو لمست أي حد هتخلص عليه في ثواني. يا خفي يا ألطف تجيب من المخاف. يا زاهر، زاهر، إحنا في الكوريدور والأشعة داخلة علينا. حاضر، حاضر، حاضر. بسرعة زاهر، يلا يا زاهر بسرعة. حاضر حاضر حاضر. في حد طلع على السلم. زاهر يا زاهر، زاهر قفل الجهاز. الانكور مسكوه يا باشا.
محدش يتحرك من مكانه. ناجي باشا، ناجي باشا، سامعني؟ أنا سامعك يا زاهر، النزر جاي علينا. ماشي. يلا يا زاهر بسرعة يا زاهر. حاضر يا باشا. النزر داخل علينا. ثانية واحدة، ثانية واحدة يا باشا. النزر جاي علينا. حاضر يا باشا. النزر داخل علينا يا زاهر. خلاص خلاص يا باشا. لو خرج لهم بعدوني مشيهم يساحق لتانو مسحق يدوكي أفل بتسراك تشد قشع أنا مدبر إدخام منكم هروع دوني
الخير. افتح باب الخزنة. حاضر. حاضر يا باشا. شايفين المنظر؟ أحلى منظر الواحد ممكن يشوفه في حياته. يلا بسرعة، لازم يبقى بره البنك في أقل من 5 دقايق. زاهر ازرع جراج، احنا خلصنا الاثنين. يلا
جوزه. مش جايين نقتل، يلا بودكين إيتها مكوم وما عطاو سيبو لخلي سرق إيتها تساد هشينيم ما شهو شمع مشهو لطبعي بسيدر مفكدت زوز من هنا لغزة تلت ساعة ومن غزة الرفح 10 دقايق في رفح نعبر النفق يعني بعد ساعة هنكون في مصر ومعنا الفلوس دي كلها والطريق ده أمان يا باشا شوف يا زاهر الفلوس اللي معنا دي تأمن أي طريق في عربية قطرانة من بدري يا باشا شكلها كده أمن يا رب منها يا ابراهيم ماشي
ابو شعلان. ده ابو شعلان يا جماعه. ابو شعلان. يا ابو شعلان انت خليتنا كنا هنقطع الخلف. ابو شعلان الطريق مقطوعه يا ناجي بيك بسبب الانفجار اللي حصل بمبنى الموساد، وهالحين الامن كله مستنفر ومش راح تقدروا ترجعوا غزه الليله. مش هنقدر نرجع يعني ايه؟ واحنا كنا واخدين الفلوس دي من البنك عشان نستثمرها في تل ابيب. مفيش قدامكم الا طريق واحد. اي طريق مش مهم. تطلعوا من هون للبنان، ومن لبنان تدبروا حالكم وترجعوا مصر. طب واحنا ايش ضمننا ان الحدود هناك مش مقفوله برضه؟ الحدود يا ناجي بيك فيها دروب ودهاليز ومسالك صعبه كتير، محدش يعرفها الا الناس اللي عايشين فيها. واحنا هنعرفها ازاي؟ تعال وراي. شوف يا ناجي بيك، هلأ رح تطلعوا كلكم من على الجبل هذا ورح تقلبوا للطرف الثاني. بدكم تمشوا 6 كيلومتر بالضبط. لما تمشوا هالستة كيلو رح تلاقوا حالكم داخل الأراضي اللبنانية، وأنتم ماشيين رح تلاقوا في استراحة متواضعة بيعود فيها السواقين وعسكر الحدود، بيشربوا فيها شاي، بياكلوا، بيعملوا أرجيلة. صاحب الاستراحة هي اسمه أبو وهدان، بتقولوا له إنكم من طرف أبو شعلان وهو رح يهتم فيكم ويوصلكم لوسط بيروت، وأنا بالنسبة للسيارة هي رح أتصرف فيها. أنا مش عارف أشكرك إزاي أبو شعلان. نحن أخوة وبين الأخوة ما في شكر. توهمي أمر باشا، هات شنطة فلوس. تحت أمرك باشا. شو هاد؟ شو عم تعمل يا ناجي بيك؟ أنا الله كافيني والحمد لله. ده مش ليك أبو شعلان، اديهم للحاجة فاطمة، توزعهم على أسر الشهداء واللاجئين اللي في غزة، والناس اللي ماشية في الشوارع مش لاقية مأوى، والناس اللي قاعد عشان الحصار الإسرائيلي. مش كده يا أولاد؟ لو عليهم عايزين يدوكوا الفلوس كلها. هو ده طبيعة الشعب المصري. أشوف وشك بخير. توصلوا بالسلامة. يلا يلا أولاد. الله معكم. يا ابني بتبلبع ايه؟ ده منوم 550 مليون، تاخد واحدة تنايمك 4 ساعات و3، امسك خد عشان اصحى الاقي نفسي على طول في مطار القاهرة، أصل أنا بترعب من الطيارات. زاهر، أنت ما بتترعبش من إيه يا حبيبي؟ خد جرب واحدة. لا مش عاوز. يا ابني واحدة عشان تصحى تلاقي نفسك في مصر. لا لا نفسي في مصر إيه يا عم، أنا محتاج دماغي دي، أنا ورايا مشاريع لسه عايز أقعد أوضب فيها. بقول لك إيه يا عبد الجليل؟ أنا بفكر أول ما أنزل القاهرة أشتري أسهم في البورصة. بص يا إبراهيم، بص بص الولاية، بص الولاية الكبيرة في السن دي، الأجنة دي، بص لابسة حتة دين قميص في سكوز ما اقولكش نضيف، تشم منه ريحة الصابون. ناس عايشة ومدلعة نفسها يا عبد. والله العظيم ثلاثة لما اروح هجيب حتة في سكوز زي دي لأم الغوالي. ده هيبقى شكله زبالة على أمك. جرى إيه؟ جرى يا إبراهيم؟ الله أم عبد الجليل يا إبراهيم، أم الغوالي يا إبراهيم، مالك فيه إيه؟ الله إيه اللي جرى يعني؟ ده المقص اللي أم بيطهروا ضفيرها كده بالدنيا وما فيها. الله يعني إيه؟ إيه؟ يعني إيه؟ بقول لك يا إبراهيم ما تخش ست في الحتت دي،
عارف عارف يا شيخ حسن؟ صدق الله. كان نفسي كده اخش على ابني كده بايدي حاجه، يعني اخش بفلتاكور ببربوطه بسكريكش كده، اي حاجه كده اخش عليها بيها. يا عبد الجليل، الحجه اللي انت هتحججها لها دي بالدنيا كلها دي ثوابها وثوابك عند ربنا كبير قوي. اه ربنا يسمع منك يا شيخ حسن. بقول لك ايه؟ رضا الام من رضا الرب، ربنا يبارك لك فيها يا شيخ. يا رب. اسمع عبد الجليل، السوق الحره في مصر فيها كل حاجه، ان شاء الله لما نوصل بالسلامه بخطف لها اي حاجه من السوق الحره. ها؟ هجيب لها قروستين اجنبي، برضو تنضف صدرها. هي بتشرب ايه؟ قص. ربنا يخليها لك يا رب. بص بقى، قبل ما احط اللقمه في بقي، ايه الموضوع اللي انت مأجله من اول ما اتعرفنا على بعض؟ وكل ما اسالك عنه تقول لي بكره لما نوصل مصر. ادينا بكره هنوصل مصر، ايه الموضوع؟ بص يا كاميليا، انا كنت بشتغل ملحق اداري في سفريتنا في تل ابيب، قعدت 4 سنين هناك. من اول يوم حطيت رجلي في تل ابيب لا احد يتحرك. السيدات والسادة، جاءنا هذا الخبر العاجل. قام 5 من المسلحين يحملون الجنسية الصومالية بخطف الطائرة باترفلاي وهي متوجهة إلى القاهرة قادمة من أربيل، وعلى متنها حوالي 70 شخصا من جنسيات مختلفة. وقد ورد إلينا الآن أن المسلحين 5 قد أرغموا طاقم الطائرة تحت تهديد السلاح على تغيير مسارها والهبوط بها في مطار نائي يبعد عن العاصمة مقديشيو بحوالي 25 كيلومترا، حيث كان في انتظارهم جماعات مسلحة تابعة لهم ومتواجدة على أرض المطار بشكل كثيف. وقد شوهد المختطفون وهم يقتادون الرهائن إلى حافلات تابعة لهم والتي غادرت المطار بسرعة إلى الصحراء في وقت لم تستطع السلطات الصومالية التي طوقت المطار من العثور عليهم. وسوف نوافي حضراتكم بالتفاصيل بعد قليل.
أعلنت جامعة الضمير الإنساني الصومالية مسؤولية عن خطف الطائرة باترفلاي والتي كانت متوجهة إلى القاهرة ليلة أمس من أربيل. وتطالب الجامعة الدول التي تريد الإفراج عن رعاياها المحتجزين كرهائن بدفع فدية $1,000,000 أمريكي عن كل رهينة. والجدير بالذكر أنه كان يوجد على متن الطائرة 20 راكباً أمريكياً و4 فرنسيين و3 من الصين و9 من الألمان و7 من الإنجليز و8 من المصريين وفلسطينية وفلبينية واحدة. من جانبها نشدت السلطات المصرية المختطفين بضبط النفس وحسن معاملة رعاياها، ولا تزال المفاوضات جارية للإفراج عن الرهائن. يا ساتر يا رب، ايه الاكل ده؟ ما هو بياكلونا من نفس الاكل اللي هما بياكلوا منه، علشان اللي يخرج من هنا يبقى يقول للعالم عن حاله البؤس اللي هما عايشين فيها. انا حاسس الاكل ده عباره عن صياديه سعالي على براس. دي حلوه حلاوه كبير، الحمد لله، بس يا رب تسد جوعك. انت محسستني كده زي ما بكون بتاكل مهلبيه يعني جاتوه. احنا فين؟ في الصومال. فين؟ في الصومال. الصومال؟ الصومال؟ بس ما فيش حاجه، ده وضع بيت، ما فيش اي حاجه خالص. احنا في الصومال ليه؟ جينا ايه؟ هتكون ليه يعني جايين نعمل سفاري؟ اديك شايف السلاح والدنيا اللي احنا متنيله بنيله، ما تفهمه يا شيخ حسن.
لسنا أشرار. We are not bastards. ولسنا عصابة مجرمة أرادت قطفكم وقتلكم. You are not a gangster wanting to hijack you and to kill you. ولسنا لصوص أيضا. We are not thieves. بل نحن ضحايا. لو سمحت، واللي بتعملوه فينا ده بتسموه ايه؟ انا صلح النبي في كده معقول؟ عندي اصلا وليه مجنونه. مفيش حاجه. انتم تعتقدون انكم مخطوفون. You think you are under our control. ولكننا في هذه القريه النائيه المختطفون. But in this poor village we are your hijackers. ملقى بنا في العراء لنموت من الجوع والأوبئة والعالم لا يشعر بنا. We are suffering there in desert and the world cannot hear us. وأنتم هنا الآن ليسمعنا العالم كله. And you are here now the world to hear us. لقد طلبنا من حكومة دولتكم أن تدفع مبلغ $1,000,000 للإفراج عن كل واحد فيكم. We ask your government to pay $1,000,000 for every one of you to let you go. ونحن بانتظار الرد. And we are waiting the answer. هو بيقول يا كبير بيعزمنا على فرح بنته واخرس خالص. والله اكلهم حلو يا عبد الجليل. الواحد ابتدى يستطعمه هو بس مش شرط شويه. ها؟ هو احنا هنعمل ايه يا باشا؟ هنعمل ايه في ايه؟ في الفلوس، الفلوس في الشنط والشنط على الطياره. الشنط الطياره كلها بياخدوها يتحفظوا عليها وتتحط في الامانات. ان شاء الله لما نخرج من هنا بالسلامه هنلاقيهم زي ما هم. دلوقتي بقى ناجي باشا انا عايز اعرف حاجه. احنا ايه اللي معادنا هنا؟ ما ندفع الفدية ونخلص؟ ايه يعني $1,000,000 لكل واحد؟ اسكت يا زاهر اسكت. لا انا مش هسكت بقى. انا مش عارف ايه اللي جاب المشوار المهبب ده. انا مش عارف ايه اللي جاب دي ايه اللي جاب دي اسكت. ما فيش حاجه. ده اصلا حاله عصبيه بتجي له قبل ما يخش الحمام. هو دايما ساعه ما يخش الحمام تجي له حاله زي دي. ليه؟ لان هو كان متعود ان امه دايما بتخش معاه الحمام لغايه دلوقتي. بس يا ريت تبعته تجيب والدته عشان يعرف يخش الحمام. صح 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 What is your name? Wati. أنا اسمي Wati. تتكلم عربي؟ نعم ماستر. أنا أعرف لغة عربية. تعرف اللغة العربية Wati؟ نعم. أنت كنت مسافرة مصر تعملي إيه Wati؟ أنا أعمل حاجة خديجة. تعملي عند الحاجة خديجة؟ نعم. دي مصرية؟ لا هي سعودية. سعودية. وإيه اللي يعني اللي مسافرك مصر لوحدك؟ هي ستذهب إلى مصر بعد يومين. هناك هي تسكن في فيلا، لكن أنا أذهب قبلها لتنسي فيلا. دلوقتي الحاجة خديجة هتروح تلاقي الفيلا مش نظيفة، حاطين عشتك. هي لا تصدق أنني مكتوفة. هي تقول دائما أنني كاذبة. لازم أحد منهم يقول لي حاجة خديجة أنا مكتوفة. لا صعبة ولا يهمك. إن شاء الله قبل ما نمشي من هنا هكلم الزعيم بتاعهم يديك ورقة من أنت كنت مخطوف. ها؟ ياتي؟ واتي؟ واتي.
morning, sir. We have the money. فين الأمريكان؟ Where is the American? انتوا أحرار، يلا. So you can leave, you are free now. You are free, go. يلا كفارة، عقبالنا. أنتم السابقون ونحن اللاحقون. الأمريكان دفعوا الفدية وجم ياخدوا الرعاية بتوعهم. فلوسهم حضر الأمريكان دول. يا سيد أشادة، بعد إذنك يعني هما ال أنتوا مش بعتوا للمصريين قلت لهم إن في رهائن مصريين عندكم هنا ولا أنتوا نسيتوا؟ بعتنا. بعتوا وطلبتوا برضو مليون دولار على كل واحد فينا؟ بالتأكيد. على خيرة الله، على خيرة الله. هو تلاقي بس الحكومة تعمل مشاورات بس أنا تلاقيها وصلت لرئيس الحكومة، رئيس الحكومة عمل لجنة واللجنة عملت طبعا لجنة تانية، بس كان في اعتراض تلاقي مثلا لأنها عندنا اللجان يعني شوية، بس هيوصلوا الحل إن شاء الله، مش هيسيبونا يعني بإذن الله. ف يعني مش عارف أنت بتبص على إيه؟ بتبص على إيه؟ الراجل واقف وانت متنيل على عين اهلك ومخطوف، بتبص على ايه؟ اصل الحبايه السمراء دي بيبقى لها طعم تاني خالص. مين؟ الحبايه السمراء. حبايه السمراء دي ايه؟ حبايه السمراء دي فين الناس الفرنسيين؟ So where is the French people? انتوا أحرار يلا. So you are free now. Go. مع السلامة مسيو فردون. نشوفك في ظروف أحسن إن شاء الله. باي باي. باي باي. باي باي. باي باي منال. باي باي. الفرنسيين دفعوا الفدية. تلاقي الدنيا كانت مقلوبة على الناس دول هناك. ده ساركوزي ممكن يتشال فيها. من فضلك يا حاج لو سمحت يعني مفيش حد اتكلم من مصر؟ لا. ولا ادولك رنه؟ ايه؟ رنه؟ لا. هما هيكلموك بس اصل الشبكه عندنا ساعات بتقع، مرات كتير تقع يعني.
وقد قام الاتحاد الأوروبي بدفع الفدية لكل من الرعايا الإنجليز والفرنسيين والألمان، وتم الإفراج عنهم ووصلوا إلى ذويهم سالمين. وأكد مصدر مسؤول أن الصين قد أرسلت من يتفاوض مع الخاطفين لدفع الفدية في صورة بضائع صينية ترسلها الصين إلى الصومال للإفراج عن رعاياها الصينيين المختطفين بالصومال. مستر ناكي، الناس أصحاب، مع السلام. والله بنت حلال الحاجة خديجة، شوفي جاية من آخر الدنيا عشان تدفع لك الفدية، أصل كمان في أزمة شغالين الأيام دي. إن شاء الله أنت ستخرج من هنا بسلام. مع السلامة. مع السلامة، كل شيء بهواه. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. بقول يا حاج، ما حدش يتكلم من مصر. لا. أصلهم ممكن يدفعوا لك بالتقسيط، ده نظام عندنا يعني. إيه مالك؟ متضايق يا باشا. متضايق من إيه؟ أول مرة في حياتي أشوفك متضايق. أصل دي أول مرة يجي وما يجيبش أجوجا معانا. ما يجيبش مين؟ أجوجا. أجوجا مين؟ بنته. هي بنته اسمها أجوجا؟ آه. وأنت عرفت اسمها منين؟ إيه؟ مفيش، كنت واقف بشرب سيجارة مع الحرس فحكى لي على كل حاجة. تشرب سيجارة مع الحرس؟ سيجارة؟ طيب امشي من قدامي. إيه؟ امشي من قدامي. احنا في ايه ولا في ايه؟ الله يخرب بيتك يا ابراهيم. السيجار. خلاص صفصفت علينا احنا، كل الدول دفعوا الفدا وخدوا رعاياهم الا احنا. ما تقف على جنب، خد لك جانب يا اخي. خيلتني ايه يا ناجي باشا؟ عايز اخش الحمام. ما تخش حتى على الشك. ابراهيم جوه بقاله ساعه. وبيعمل ايه جوه؟ اسمعني بقى يا ناجي باشا. عايز ايه؟ احنا قاعدين هنا بنعمل ايه؟ احنا ندفع الفديه ونخلص. احنا معانا فلوس كتير قوي، حد منهم يجي معانا المطار نديله فلوس ونمشي. نعم يا اخويا، واحنا كنا شفنا الوين ده كله عشان في الاخر نديها لدول. عليا الطلاق ما ندفع ولا مليم، وبدل احنا ما نتثبتش في اي حته كده سمعتي تتهز في المنطقه. اصبر اصبر يا زهر اصبر، مصر مش هتسيبنا اذا كان الحاجه خديجه جت دفعت الفديه وخدت الشغاله بتاعتها. انت عارف بس في مصر الاجراءات بتاخد وقت شويه. تاني تاني يعني الفلوس ولا حياتنا؟ لو كنا سالنا نفسنا السؤال ده من الاول ما كناش عملنا اللي عملناه. ماجي، فلوس ايه اللي بتتكلموا عليها دي؟ لا ده اصل يعني زاهر جات له حاله عصبيه، خايف ينام يصحى يلاقي نفسه في الهند. استايتو سيتم الافراج عنكم. هي الحكومة المصرية أرسلت مندوب بالفدية. Thank you.
بقول لكم ايه يا جماعه، انا بفكر افتح قريه في الساحل الشمالي واسميها اجوجا بيتش، ايه رايكم تخشوا معايا شركة؟ ايه رايك يا تهامي تخش معايا؟ لا معلش يا عريس، ابعدنا انا عن السياحه ما بفهمش فيها، خليني انا في الجيم، انا هعمل اكبر جيم في الشرق الاوسط. بقول لكم ايه، ما تخشوا معايا في المول الاسلامي اللي انا هعمله ده، دي حاجه رزقها حلال وربنا هيبارك لنا في الرزق ده. يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده عول وكره سايحه، مالكوا كده في ايه يا جماعه؟ مفيش غير المطاعم بتاعه الفول والطعميه هي اللي بتكسب اليومين دول. انا اول ما انزل على طول هقوم فاتح مطعم للفلافل واسميه فلافل ام الغوالي، واقوم جايب ام الغوالي ذات نفسيتها قاعده على كيس تلم الغله. والله محدش فيهم خالص فكر في التكنولوجيا كده خالص. انا هعمل مول كمبيوتر وسوفت وير على اعلى مستوى. اعلى مستوى ايه؟ بقول لك يا حسين خش انت معايا شريك. لا يا عم افتح لي انا خلاص، لقيت الشريك اللي كنت بدور عليه. نحنوح قوي نحنوح قوي. ما انا كمان لقيت شريك يعني. ايه يا عبد الجليل؟ ايه يا عبد الجليل؟ انت تعبني من ما تيجي تقعد هنا، عايز تيجي تقعد هنا؟ بس بقى اخي بس بقى عرفتنا بقى عرفتنا بقى عرفتنا بقى بس لا لا ايه الشنطة اهي يا باشا. انا بقولك يا كبير، ما يكونش حد هبق عليها وفتحها ولا حاجة؟ والله العظيم الناس دي ربنا يبارك لها ويبارك فيها، الشنط وصلت ومحدش لمسها، هي دي الأمانة يا جماعة. ما الطيارات لما بتتخطف في الشنط بتتحط في مخزن الأمانات وتتقفل عليها بالشمع الأحمر، لا يمكن تتفتح أبدا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. استنوا. خير يا باشا، في حاجة؟ الفلوس دي مش هتروح مصر. الفلوس دي هتستنى هنا للناس اللي محتاجينها. انت بتقول ايه يا باشا؟ تستنى فين؟ هسيبها للناس اللي بتموت من الجوع، هم اولى. يا كبير ما هو لا مؤاخذة برضه مصر فيها ناس برضه بتموت من الجوع. بلدنا برضه فيها خير يا عبد الجليل، ما حدش فيها بينام من غير عشاء. لا انا ماليش دعوة بقى بالكلام ده خالص. ده مش قرارك لوحدك يا باشا، احنا كلنا شركاء. عايز تتبرع بفلوسك انت حر. هذه غنيمتنا يا باشا والغنيمة حلال. ازاي يا باشا نفرط في الفلوس بعد الشقة اللي احنا شفناه ده كله؟ ده احنا متنا. بعد كل البهدلة اللي بهدلناها والتعب اللي تعبناه يا باشا، عايز نسيب فلوس؟ نسيب حقنا؟ آسف يا باشا. صحيح يا باشا، كنت طالع العملية دي ومش فارق معايا الفلوس، بس دلوقتي الفلوس تحت إيديا، وأقدر أحقق كل أحلامي، ليه عايز تحرمنا منها؟ لو طلعتوا بالفلوس دي الطيارة أنا هبلغ عنكم. بحبك يا ميكي. اسكت أنت، أنت اللي بوظت دماغه من ساعة ما شاف. بلاش تقولك لسان إبراهيم. أنت فاكرنا إيه؟ لعبة بتحركها بإيدك تقول لنا نسرق نسرق، رجعوا الفلوس نرجعها؟ الفلوس دي مش هتتحرك من هنا. أنا على جثتي لو فرطت الملايين واحد. أنا كمان استحالة أفرط في ملايين من الفلوس دي يا باشا. هيبقى جواز ولا شغل ولا فلوس. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا جماعه يا جماعه ده شيطان وده قلبنا. خلاص يا باشا خد جزء وسيب لنا الباقي. انت اكتر واحد عارف ظروفنا، ليه عايز تعمل فينا كده؟ الفلوس لو طلعت الطياره انا هبلغ عنكم. نجيبي معاها الفلوس دي لازم تروح للي احق بيها مننا. انا هي اللي سوري قال لي انت جدعان ولا ايه؟ الله ما تخش علي بنتك يا حسام. اسكت انت لما الرجاله تتكلم. انسانك انت اهو ما عادش بدعوا بيها. جريان ضال، انت فاكرها لعبه؟ انا ظروفي زي الزفت في مصر، هصرف عليك منين؟ حسام يا انا يا الفلوس. انا عارفه ان المبلغ كبير جدا، بس انت احسبها كويس قبل ما تاخد قرارك. انا عارف قد ايه انتوا تعبتوا واتبهدلتوا عشان نرجع بالفلوس دي مصر، واكيد الفلوس دي كان ممكن تحقق لكل واحد احلامه اللي كان بيتمناها، بس في ناس هنا مش قادره تحلم، مش لاقيه الحلم، طحنهم الجوع والفقر والمرض،
أعتقد إن الفلوس دي ممكن تحل لهم جزء صغير من مشاكلهم. أنا عارف إن القرار صعب وأنا واثق فيكم، وعارف إن جوه كل واحد منكم قلب طاهر ونفس طيبة. أنا معاك يا باشا، حتى الواحد ما يأمنش على نفسه والفلوس دي كلها معاه. ربنا يجعلهم في ميزان حسناتنا، وهي صدقة كبيرة تمنع بلاء كثير. تخيرك عليا يا باشا، أنا غلطان، أنا معاك يا باشا. أنا كنت عايز أحجج أمي كبير، بس انا كنت نادرها يعني. هنحججها لك يا عبد الجليل. يعني أنا اللي هطلع نادلك في الآخر؟ خدهم يا باشا، الفلوس دي منظورة من الأول، كل الفلوس رايحة لأهلي، كلمة في شقة في عربية بالجزمة. اوعى كده لما أبوس الباشا. تتعود إن شاء الله. جماليا، أنا عايز الفلوس دول يروحوا للناس دول، ما يروحوش الناس دول وينهبوهم دول ويخنصروا منهم دول، ها؟ أنا عارفة حوديهم فين بالظبط. وقد تم الإفراج عن الرهائن المصريين المختطفين في الصومال وعادوا سالمين إلى البلاد، وهذا بفضل الدبلوماسية المصرية الحكيمة. بقول يا ناجي باشا، واحنا خلاص كده مش هنشوف حضرتك تاني؟ ازاي بقى؟ هتشوفوني طبعا، مش بقول هسيبكم. انا عندي شويه مدخرات، هعمل شركه سياحه وهنشتغل فيها كل يوم. انا معيش فلوس، حد يدفع؟ حاضر. طبعا حاضر. فلوس فلوس فلوس. معانا طبعا فلوس فلوس.
لك يا كبير ما نجري. يا ريس معلش خد الساعة دي خليها عندك لغاية ما نجيب لك بقية الفلوس. ده كلام يا باشا ما يصحش يا باشا الكلام ده يا باشا. معلش خليها هنجيب لك الفلوس بكرة. بالهلا والشفا يا باشا ليتكم زي الفل مع ألف سلامة. أنت راجل جميل. ربنا يخليك يا باشا اتفضل مع السلامة. ألف سلامة مع السلامة. اتفضل. Ha 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 ha